نسبة الإنجاز إيش قد وصل؟ يعني تجاوزت 85%. حاليا نحن بالمراحل النهائية صب الشوارع، مثل ما تشوفون صبينا تقريبا 40% من الشوارع الأرضية، بقى بحدود 60%. يعني موضوع الأمطار، يعني ولو هي خير إن شاء الله، بس صار عائق عندنا موضوع الأمطار. يعني تعرف كل يوم تمطر أكيد يبقى يوم أو يومين أكو رطوبة بالتربة، ما نقدر نشتغل. بالنسبة للجسم المجسر أكملنا أعمال المجسر، بقى موضوع التبليط والأمور الكمالية اللي هي أعمدة الإنارة، الأسجة الواقية. يعني من الأمل إن شاء الله يعني ننجز العمل بمدة قصيرة جدا إن شاء الله. تسليم العمل قبل الموعد لو بنفس الموعد؟ لا إن شاء الله قبل الموعد، احنا منتهين من هذا الموضوع إن شاء الله قبل الموعد. لكن قلت لك هو موضوع الأمطار اللي خاصة الأعمال الترابية يأثر علينا بشكل كبير، وأيضا أكو ترابط أيضا مع المشروع الثاني اللي هو من تقاطع حاملة الجرار باتجاه تقاطع المحروق، أيضا في طور العمل حاليا. يعني إن شاء الله يكون الإنجاز بمدة زمنية متقاربة. يعني إذا انفتح الجسر ما راح يكون بفائدة إذا ما ينفتح المشروع الثاني، يكمل المشروع الثاني. من المؤمل أنه يكون يعني متقاربة فترة الإنجاز إن شاء الله. هي أكيد أكو تنسيق، نفس اللجنة اللي مشرفة على العمل، مشرفة على المجسر، مشرفة على هذا الموضوع. ومن المؤمل يعني إن شاء الله يكون يعني عمل متكامل، وحتى يكون يعني مكمل. أكيد الأمور اللي يعني تتطلب استيراد، إحنا يعني من قبل فترة رتبنا الأمور، يعني وصلت إن شاء الله للأعمدة، الأسجة الواقية، العلامات الإرشادية حاليا عم نشتغل عليها. قلت لك بس موضوع صب الشوارع، ورا صب الشوارع إن شاء الله التبليط، وإضافة إلى هذا يعني حصلنا موافقة إنه نعمل الأعمال الزراعية، اللي هي يعني إنه يكون هناك زراعة ثيل وأشجار، حتى يكون يعني العمل متكامل.